بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على نبي الرحمه نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهذا هو الدرس السابع والأربعون من سلسلة دروس كبائر الذنوب ويكون الحديث فيها عن سب أحد من الصحابة رضوان الله عليهم إنه أربع سبات تنعونا يمجر شوك في اللي هنال. ስለ ከባይረ ኑብ በተከታታይ ያየነው ወይም የምንመለከተው ርዕስ ላይ የተጠቀሰው 47 የሚሆነው ስለ ሰባዎች ወይም ሰባዎችን መስደብ ይሆናል ከሰባዎች አንደኛውንም ወይም አንዱንም ቢሆን መስደብ ክሙ ምንድው የሚለው ብ ከርዕሱ አገባብ እንደሚታወቀው ከባይረት ኑብ ነው እስቲ እና ያለውን ሁኔታ እ ሰሓባዎች ትልቅ ደረጃ ቦታ ያላቸው ናቸው አላ አክብሯቸዋል ወዷቸዋል في الدنيا والآخرة مرطوط شندهن طال قال الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما الله عز وجل زهب علي سل النبي عليه الصلاة والسلام الناس لبال درب وچاتش ونديبون ونمينا قرو محمد يا الله ملك تنياونا كساتش قايا اللوت بكهاديان لا يبرتونا ارس برساتش وجد يميت تزازنونا تشو تراهم تملكه هوي ست ملكات بركوعنا بس بركو بسجود مشيتون سجالفونا ومتاجين عجوا وين هي واتعجو الله عز وجل كم جزعت قاتك وعينتمو متاجين وين بركوع وين بسجود يهين ما درجتم لمن مال لم يبتغون فضلا من الله ورضوانا كالله زند ترفتن تروتون النها وديتون فلقونه يهني ما درجت سيماهم في وجوههم من أثر السجود ከሱጁድ ብዛት ፋናቸው ፋና የተነሳ ፊታቸው ላይ ይነበባል ሲማ መገለጫቸው ውበታቸው አላህን መገዛታቸውን የሚያመለክተው ብርሃናቸውና የፊታቸው መንጸባረክ ፊታቸው ላይ ይነበባል ላ ዘወል ስታየው ታቀዋለ ሌሊቱን ቁሞ ቀኑን ጽሞ ያሳለፉ የተወሰነ መጎሳቆል የሚመስል ነገር ፊቱ ላይ ብታነብም ደስታ እረፍት مرة قاعد تستولي بتعله. صحابة وشن زينات شو انكت سيدا مد من عليها. وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم. كن سوكا صحابة وشو يا من تنا ملكا ميسرة تن مهرة نا يلاك ان من داك عالقبط ولا شوال صحابة وشن زينات شو بل ليلى آل أيم جيغا ودسوات فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ከእናንተ ውጭ ያሉት ከሃዲያን አልየሁድ ወነሳራ ወይርህም እናንተ ልክ ያመናችሁት ይነት ባመናችሁበት አይነት መልኩ ካመኑ በእርግጥም ተመርተዋል ተመልክት እነዚህ አላ አዘወጀል ወጀል ምን አድርጓቸዋል አድንቋቸዋል ኢማናቸውን ተምሳሌ ታድርጓል እናንተ ያመናችሁበት አይነትን እምነት ካመኑ በእርግጥም ተመርተዋል ቀጥተኛውን መንገድ ታድለዋል ተቀንተዋል አአ ዘ ወጀል ካልሆነ ግን ጥመት ላይ እንዳለውወቁ አ صحابة وشنم إلى الليلة من الأل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار والسابقون الأولون إن الزيايا مجمعك أدم تشواله مهاجر وشنا أنصار وش إن السنن بملكام يتكتلاتشو يتكتلاتشو الله ملكام سراجون ودو النسوم من داون يودالو جنتنم كسرو شوى ونزو شي مفسوثن ازاغاش تولى شوى البلو ادنوكو اود شوى شوى صحابه وش تامان يوش نحو صحابه وش ينبي صلى الله عليه وسلم مرت بالدربوش نحو عبد الله بن مسعود ميلين دنا برو الله كهلم سوت ملكتنا ملكا من سو نبي عليه الصلاه والسلام ملكا من البونان دالا شاوك انا مرت عتشول نبي نتا كاتك أروتن بزورياتشو كالو صحابة الله مرت ألاتشو نظر إلى قلوب عباده يا باري أوتشن لبونا سي ملكت يا صحابة وتش لبونا تشو أم الرا وسط أتشو هنا أياك علم الله سبحانه وتعالى لنبي عليه الصلاة والسلام بالدربة نت مرت أتشو النبي عليه الصلاة والسلام بالدربة عندي هون هذا

ينين وداج تلا تدرغو يازا وداجو تشين تلا تدرغو يازا سو برغت امتورنت او جبتها اللو على الله عز وجل فقد آذنته بالحرب كوداجو تشون لك وداج دمو كنبي صلى الله عليه وسلم كتلو صحابه وجناتا ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي صحابه وتشين بالدرب وتشين عتسدبو فوالذي نفسي بيده نفسي بيجوب هونو كتاب الله هم لو أن أحدكم لو أنفق أحدكم أو أو لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد مد أحدهم ولا نصيفة صحابة وشنا تسرب نفسي بيجوب هونو كتاب الله هم لو كنا أنت أن يهودن ترارا يمياك ورق ورق صدقة بيسد وش إبي أو تام مسكين بيردا ويمدم وصلف وبيسد يهين جنزب ينسون جماش ينسون عند فين ويم جماش آكل الناس يبل تعلو يهين تناجر على في كما في رواية مسلم خالد بن الوليد إن بعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما كاكر رضي الله عنهما مكاكل على مقبابات تفتر النيس ورجوشنا تونا خالد بن الوليد تنادوا سدبوا عبد الرحمن بن عوف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول عليه الصلاة والسلام من قال لا تسبوا أحدا من أصحابي كصحابة وشي عن داتشا ونات على الفلق أن أنت ورق يم يميكل ترارا ان ترارا يميكل ورق صدقة بستو ينسن عند أفين ويمقم ما شونا تأكلم عاد أتنوى شو من نات سبحان الله خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه سيف الله بن مبالي يمي التاوكو كعبد الرحمن بن عوف قاتك أشتون دزياله رسول صلى الله عليه وسلم علماء وش من إلاله كما يقول بالشيخ الإسلام تيمي وغيره يهين يالو بيت مكنيات خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه زقيتون يسلمه السوس الموسي وقعت شو رسول صلى الله عليه وسلم إن عبد الرحمن بن عوف كدمه كسلم وتنبر الناس ها يسلمو وتكدمه يسلم ان قانس ياسك أيه من ليه نبر رسول صلى الله عليه وسلم ترى الصحابة اللي هو نسم اللي بانه صحابة وترسبر ساتشو على مقبابات تفتروا انديه قالوا رسول عليه الصلاة والسلام ليلك تنتمن الكتاسن ديت ليبانو نجروا يبعس نومي هنا مالتنو بليل حديثم عند أبو بكر الصديقن أسكف برجاؤنا عند أسكف فرجاؤه سننجره أبو بكر الصديق ما لرسول لرسوله صلى الله عليه وسلم أسكف قال أيها الناس إني أتيتكم فقلتم فقلت إني إليكم إني رسول الله إليكم انانتا زن ما تتشي ودا الله يتلاكوين كا الله زند يتلاكوين ملك تنياني ودا انانتا سلاتشو فقلتم كذبت وشته النوالات وقال ابو بكر صدقت ابو بكر قن ونته النوبلو قال من ماك ماما تنات فهل انتم تاركوا لي صاحبي بالدربين التولين يمقوا فهل انتم تاركوا لي صاحبي ودنيا ينتولني متولني تناجر بنيال يعني. بتكلمي هم بزرزر ان نسو مسجد بزينت ملكو كل كلا الرسول صلى الله عليه وسلم دعوا اصحابي صحابوچين تواچو اتنكواچو اتناجروچو قالو بل رواية لي بليل حديث لي كما رواه الحافظ الطبراني باسناده الى عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سب اصحابه فعليه لعنه الله لا تسبوا اصحابي لعن الله من سب اصحابه بالدربوش لا تسدبوا يعني بالدربوش صحابه يسدب الله يرقى رسول الرسول صلى الله عليه وسلم وروى أيضا بإسناده إلى, إلى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين صحابة وتشين يسدبه يا الله الرجمان يا ملائكة وتشنا يسول كل بس لا يهون المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال في حديث أنخر بل إلى حديث لا يمنع الحديث الذي أخرجه الترمذي الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله أوشك أن يأخذه أخرجه الترمذي وقال الشيخ الألباني حديث ضعيف صحابة التن አላህ አላህ የማስጠንቀቅ ያቃል ነው አላህን ፍሩ በሰሓባዎቼ ጉዳይ ላይ ሉ ከኔ በኋላ አላማ አድጋችሁ ለመስደብና ለስድብና ለትችት ግብ አድርጋችሁ አትጠቀሟቸው እነሱን የወደደ እኔን ስለወደደ ነው የወዳቸው እነሱን የጠላ እኔን ስለሚጠላ ነው የጠላቸው أنين أذا هذا إن النص أذا هذا الرقى يستقر أنين رب شوال؟ على أذا هذا يعني أنين أذا هذا الرجاء الله أن أذا هذا الرجوع الله نم هذا سو لي زوج يرسل له أي زوج يا زي كف يا زن يزود يرسل سلزي صحابة مودد إيمان نوم. كما جاء في الحديث الصحيح نبيتنا عليه الصلاة والسلام منالو حب الأنصار من الإيمان وبغض وبغضهم من النفاق أنصار التنمودد إيماننا متلات الناس عندما نفاقنا ايه هنا بيت مكنيات من دنو كمن يبلت أدمه ولا يسلم النا يجب وصله هنا لأنه يا درجات شو أدمه وصل بفك عدن الناس سلمه متو سل ردوا كقول ناتشو سل بل إلى حديثهم يعني علي مودد إيمان نو نفاقنا نفاق نو بلوا صحابة وتشن دزي سلزي صحابة وتشن بيتك اللو يسد بالنا يرجع التوصو كأسلم النا يوات كأسلم النا يو ولذلك يقول من ذهبي فمن طعن فيهم أو سبهم فقد خرج من الدين ومرق من ملة المسلم صحابة وتشن يسدب به يعني ورعت كدين واتوال كسلم كمسلموش وش واتو زلو واتوال لمن لأن الطعن لا يكون إلا عن اعتقاد مساويهم وإضمار الحقد عليهم الناس مسدبنا متى تشتو الصوية ميقا من دنو أي الناس كفات وسطو صلاة لنو كفونا الأمنة صلاة لنو مكاين نتنا تلاة الله سبحانه وتعالى قرآن لاي النزيهن صحابة وچن يادنك أتو زنبلون ومالتنا ويسو زند تملكت الله مرت صوت النبي عليه الصلاة والسلام على المرتا سلزهنا أي موت صحابة المسجد بحكم من دن يقول أجمع أهل السنة على عدالة الصحابة رضي الله عنهم صحابة وت تعمان يشبه مهنات ولا يعلموا كل تسمام توالي أهل السنة أجمع في ثناوست يجبوتهم يالجبوتهم بهون بالنس ما بتفتروا دعني ما يفلقهم أهل السنة يقول ابن كثير رحمه الله وأما ما شجر بينهم بعده صلى الله عليه وسلم لما يتفتر على مقبابات كنبي صلى الله عليه وسلم بها لما على مقبابات يتوسنوا سايد يهونوا لكن ده يا قصة الجمل طور النتي ليلا واجتهاد نو يوم صفي الله إن لو زمتا اجتهاد يا رجا صوت رت يا درجا كولا تاندون يساسات الويم لك هنا لك كونه ولد تاجر الله كتساسات ان داجر الله وانجل جن يلنا بتم ادرجو اجتهاد سلو هنا سلزي صحابة وش هل هلهم صحابة وش سلزي أهل السنة والجماعة لصحابة وش أبك آهونه هل رضوان الله عليهم ورحمهم يقول ويقول الإمام أحمد ولذلك لهذا صرحوا بكفر من كفر أحدا من الصحابة رضي الله عنه ومن سب واحدا منهم فهو فاسق صحابة تندال ليسدب ويمياس كفر راسه كافر ناله كالرافضة والزنديق والزنادق وغيرهم كافر يهناله يتوسل بتشا كسدبه سلديناچو كون يكفر علي الله العلم زنبلو كوني غن يسدباچو فاسق يقول الامام احمد اذا رايت احدا يذكر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الاسلام امام احمد رحمه الله عليه أندسوني عند سو صحابة عند سو صحاباوچن بكفو قال سيناجر كسماچو كاياچو بهيمانوتو لا تترطرو ويقول أبو زرع الرازي إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق من يوم يا النبي صلى الله عليه وسلم بلد ربوش سيطلع لع سيسدب سي منافق مهونون وقال وذلك هم يالنبت مكنيات أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق رسول من لا كاتشو والقرآن حق قرآن محقنا. وما جاء به حق إزوت يمتت ملكتم حقنا وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة رضي الله عنهم ينهو يعني اللو ملكت ولن يا للرسول ما ناتشو بلديو تشاكين سنسلتو تشاكين ما ناتشو يا رسول الوحي أمتتو ولن يا ما صحابة وش وهؤلاء الزنادق يريدون أن يجرحوا شهودنا النزيه منافقوش ينيان مسكروش ينيان دلديوت أقران سنسلتوش لتتشوف اللقون ليبطل يبطل الكتاب والسنة قرآننا النا حديث نقرا من قرات شومة ألف اللقون صحابوش تامانيوش قال هونو صحابوش ونتنيوش قال هونو صحابوش ملكام قال هونو يميمت أو من يأكل أستوامينو زرو زرو أمنتات اللي يطلب بالنالم والجرح بهم أولى وهم زنادقة لتتشم يقبوا الناس ناتشو يتلايسم لستتشم يقبوا الناس نَاتْشَوْا منافق سلزيه إمام أحمد قدم من دالنا كله كصحابوت عن تون يسد من عين ثم الجو وسد به تبلو ست عبد الله له سألت أبي عمن عم شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرى أن يضرب مقرف على اللبتة قاله. قلت له له حد لك قال له مت أنا له سلام فلم يقم على الحد إلا أنه قال يضرب يقرف على نجي سلا على الرمان وما أراه على الإسلام مسلم جنا مسلم سوية. وقال الميموني سمعت أحمد يقول ما لهم ولمعاوية إمام أحمد اللي سيلو سمه التشيلة كمعاوية قامنا لا تسو نسأل الله العافية وقال لي يا أبا الحسن إذا رأيت أحدا يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام أبا الحسن عند سو يا نبياتنا بالدربات عند بكفوك على سنة أسلم النون هذا وغيره من قول الأئمة أجمع يهل مذهبت علموت صحابة مسدب بإجماع هل مسدب كفر لهنا بزرزل بزرزر لا دايلا يقن يتوسن وكياس كفره ليتوسن تفاسقنا إلى الله صحابة يمي سدب يمي ناقر كبر بوتا يلوم كصحابة وتشمي بلت صعيدا لمن سو صحابة وتشن بن سو سمسة تانا قرامي قابا قد يسو سمت بلا كم من فالصحابة أولى فأسأل الله لي ولكم الهداية والتوفيق والسداد إنه نعم المولى ونعم النصير ينقره يا كبائر واتشولو ماتتك على يا نمي هنو هلو نمت تنكك ربنا الله سبحانه وتعالى بسمانا الله من نتك ميادرقان وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم <applause>